اليوم احنا في الخنيطره في وقفه استجابه لنداء الجبهه الاجتماعيه المغربيه كمدينه ديال القنيطره. دائما واحد حوالي 60 مدينه اللي كاينه في المغرب كامل خارجه في نفس النهار لادانه واقع ديال التفقير ولادانه الغلاء والسياسات يعني الرسميه ديال الدوله اللي نتجات هذا الغلاء. هذا الغلاء ما طاحش علينا من السماء، هذا الغلاء هو نتيجه لسياسات عموميه استهلكات الملايير ديال الدراهم ورهنات الدوله ديالنا لعقود رهناتها بديون قد السخط والحصيله صفر. الحصيله ان البنيات المائيه ديال البلاد كانت العصا، الفرشه المائيه مشات، والحصيله ان المغربي ما تلاش قاد يدير شي حاجه في القفه ديالو. هذه الحصيله. اشنو خاص؟ اللي خاص هو تغيير جذري، محاسبه سياسيه تتقوم على اساس تغيير جذري لهذه السياسات اللي كتنهجها البلاد منذ الاستقلال، ودار سياسه وطنيه الغايه ديالها الرفاه ديال المغاربه والعيش الكريم ديالهم. جوج، خاص المحاسبه، يجب المحاسبه قضائيه. هذه اموال عموميه تم نهبها وتم تبديدها وتم يعني تهريبها، والحاصله هو ان المغاربه ما تلاوش لقاو ما ياكلوا. سبب الخروج هو الغلاء ديال الاسعار. حنا ما بقيناش نقلبوا الخضره كاع بصفه نهائيه. بصفتي انا كمواطن مغربي شخص معاق بكثره الغلاء ديال الاسعار، اقسم بالله ما تنفوتوا غير اتاي اللي تنشربوه اليوم في هذا رمضان، والحريره فقط والخبز حافي. وعندنا 11 نفس في العائله اللي تمر رافعوا علينا به غير الناس ندوروا تمره لواحد على الوليدات باش غير نطفيو لهم هذاك الجمر ديال هذا الشيء المجاعه اللي حنا عايشين فيها. راه اكثر من هذا الشيء مع السوق تندخلوا تنبقى نشوف في الخضره ما تنقدرش نقرب لها بصفه نهائيه، وزائد عاطل على العمل بصفه نهائيه باش غندخل هذا السوق. راه الله معانا، هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم. انا تنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. راه بصفة نهائية الخضرة فيما حطيتي يدك، بصفة عامة فيما حطيتي يدك. وأنا تنزيد نأكد لك وتنتمناك تجي عندي الدار وتصور هادشي اللي تنقول لك باش ما يقولش لك راه غير تنكذب عليك ولا تنمثل عليك. أنا تنفوتو ما تنفوتوش بلاد ديال أتاي وبرمة ديال الحريرة والخبيز حافي وتمرة الواحد اللي تناكلوها حاليا دابا في هذا رمضان باش مدوزينو. والماء راه كي تشربوه المغاربه كاملين. السبب الوقفه هو غلاء الفاحش للاسعار. اليوم في المغرب في هذه الساعه اللي كنتكلموا فيها الان خرجت ما يقارب 60 مدينه تحتج على الغلاء الاسعار، الغلاء الكبير اللي ما قدراش الحكومه الحاليه انها تاخذ اجراءات حقيقيه ملموسة للمواطن. دائما كتحجج بأزمة ديال الحرب ديال أوكرانيا وروسيا وكذلك ما يسمى بتداعيات كورونا، في حين هناك العديد من الإجراءات اللي ممكن أن تتخذهم اللي هي إجراءات جذرية كالقطع مع الريع، كالقطع مع الاستفادة الفاحشة لمجموعة من الفلاحين الكبار اللي كيبين بأنه مخطط المغرب الأخضر كيبين على الفشل ديالو، وأنه الأموال الطائلة دافع الضرائب أموال ديال المغاربة مشات هباء منثورا. هذه الوقفة احتجاجية دايرينها الناس بمناسبة الغلاء ديال المعيشة وارتفاع الأسعار. بالنسبة لهذا الارتفاع ديال الأسعار ما كايناش باش نهائيا الدخل ديال الموظف اللي عنده أجور ضئيلة وما كايناش باش هذا الغلاء بزاف كل نهار كتزاد ماشي كينقص كيتزاد. وأخويا الغلاء ديال المعيشة تسبب بزاف ديال المشاكل، الناس راه ولاو كينتحروا. والله ما أنا هذا منكر الصراحة، خص الإنسان شوية يراعي، والله خص يراعي الإنسان الضعيف. ودابا زايدينها غيجي ان شاء الله العيد وخص شويه ديال ينقصوا شويه في الاسعار ويزيدوا شويه في الاجور ما كرهناش. فالان كنشوفوا المزيد من التفقير، المزيد من التهميش، المزيد من التجويع، وبالتالي اصبح حتى ديك الطبقه المتوسطه اللي كان الرهان عليها لتحريك الاقتصاد اصبحت الان على عتبه الفقر. إن لم أكن نقول أنها هي في الفقر ذاته، لأن الآن إذا أصبح الموظف اللي عنده دخل شهري قار كيتشكى فما بالك بالأجير أو العاطل أو الأسر العديدة أو الأراميل. فالآن
هذه صرخة ديال الشعب المغربي، ديال جميع المواطنين المغاربة عبر التراب الوطني، اللي تيقولوا بركة من هذا الاستهتار بالصراخ ديال المواطنين، بركة من ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، بركة ما تزيدوا في الدفع للناس للاحتجاج والاحتقان الاجتماعي. فالمسؤول الأول والرئيسي هي الجهات الرسمية، هي الدولة، هي الحكومة، بسبب الاحتقان الاجتماعي، الاحتقان الحاصل الآن. اليوم الفئات الشعبيه والفقيره توسعات القاعده ديالهم، ما قادرينش يواكبوا ويواصلوا هذا المستوى ديال الاسعار وهذه الحده ديال الاسعار، واللي مطلوب اليوم يعني واحد التدخل ديال الدوله من اجل حصر يعني هذا الغلاء وهذا الشيء ديال خاصه في واحد المجال ديال المحروقات، لان مفارقه عجيبه ديال ان المحروقات في على مستوى السوق الدولي في ادنى المستوى ديالها. فاذا به في المغرب كنلقاو بان الاثمان يعني جد مرتفعه، كذلك في المواد الغذائيه كاين واحد المجموعه ديال الوسطاء، وعدم التدخل ديال الدوله هو كيشكل في حد ذاته يعني واحد المشجع على هذه المضاربات ديال الاثمنه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.